الآن وربك يمنحها شهدا وحفاوة، فتزيد ورودا وتلاوة، وتراها عين الرحمن، وصدور تشتاق إلى القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في إطلالة جديدة من برنامج وإن عليه لطلاوة. تلاوتنا المنهجية في هذه الحلقة هي الصفحة 39 بعد 132 من الآية 31 إلى الآية 37 من سورة يوسف عليه السلام. أتلو وبعد ذلك نفتح الهواء لكم لمن أراد منكم أن يسمعنا قراءته ولمن أراد أن يسأل في علم التجويد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقال تخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. صدق الله العظيم. نسر ونسعد بتلقي اتصالاتكم على الأرقام التي ظهرت الآن أسفل الشاشة لمن أراد أن يسمعنا تلاوته ولمن أراد أيضا أن يسأل في علم التجويد. معنا هداية، مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. حياك الله يا شيخ. الله يحييك يا أختي، تفضلي بالقراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقال تخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. حسبك، بارك الله فيك يا هداية. لي ملاحظتان. الملاحظة الأولى على حرف الهمز، أرسلت، عندنا الهمز حرف مستفل لا نفخمه، لا نتركه يتأثر بجارته الراء المفخمة. أيضا ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، أيضا لا نفخم الهمزة،
لا نقول رأوا، لا نفخم الهمزة تأثرا بجارتها الراء المفتوحة. أولا انتبهي لحرف الهمز، الهمزة حرف مستفل لا تفخمه العرب أبدا. الملاحظة الثانية، الغنة النون المشددة أو الميم المشددة حينما نقف عليها طبعا ستظل غنتها طويلة. أنا لاحظت أنك تقلقلين النون في آخرها، مثلا فصرف عنه كيدهن، أنت تقرأينها هكذا فصرف عنه كيدهن في الآخر، يعني في نهاية الغنة، لأننا نحن حينما ننطق النون المشددة النون مخرجها من طرف اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، فيظل طرف اللسان على الحنك الأعلى ونخرج غنة من الخيشوم. لما تنتهي من هذه الغنة الطويلة طبعا طرف اللسان سيجافي الحنك الأعلى، سيبتعد عن، لأننا سكتنا، ثم سنبتدئ بالكلمة التي بعدها. فحينما طرف اللسان يبتعد عن الحنك الأعلى لا يكون هناك صوت خارج من الحنجرة، لأن لو كان هناك صوت وهواء خارج من الحنجرة سينتج عن هذا قلقلة لحرف النون، لأن صار تباعد بين طرف اللسان وبين الحنك الأعلى. فنقول هكذا فصرف عنه كيدهن هكذا، وينتهي الصوت ويتخامد، لكن لا نقول فصرف عنه كيدهن. هذا الخطأ الذي وقعت فيه يا هداية. معنا رجاء؟ ذهبت رجاء. طيب ننتقل إلى محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. حياك الله عم الشيخ، موفقين عم الشيخ إن شاء الله. الله يحييك إن شاء الله وإياكم يا رب. تفضل القراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله
إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون صدق الله العظيم. بارك الله فيك يا محمد. ما شاء الله قراءة جيدة. لي ملاحظة واحدة على الكسرة، لابد أن نتم الكسرة. كيف نتم الكسرة؟ نتمها بخفض الفك السفلي ورفع وسط اللسان. مثلا فيه، هكذا ننطق الكسرة ولا نقول فيه، هذه ليست كسرة صحيحة. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، ولا نقول ليسجننه حتى حين، هذه كسرة غير صحيحة. الثانية بتأويله، ننتبه لتحقيق كسرة اللام بخفض الفك السفلي ورفع وسط اللسان، بتأويله ولا نقول بتأويله. ننتبه لهذا، هذا الأمر يكثر الخطأ فيه. يعني أنا ألاحظ حتى بعض الأئمة في المساجد حينما يقرأ الفاتحة تجده يقرأ هكذا: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هذه ليست كسرة صحيحة. العالمين، الرحيم، الدين، نستعين، هكذا بخفض الفك السفلي ورفع وسط اللسان. أما نقرأ هكذا: نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، هذا خطأ يعني، وينبغي أن نتفطن له وننتبه له، لأن هذه الكسرة هي كسرة غير صحيحة. يعني حتى الياء التي بعد الكسرة هي ليست بياء، هي ياء مخلوطة بصوت الألف، والكسرة مخلوطة بصوت الفتحة. هذا يعني وكأننا نشم الكسرة الألف ونشم الياء الألف، نشم الكسرة الفتحة ونشم الياء الألف، وهذا طبعا خطأ ينبغي أن نتفطن له، يعني سيما إذا كان إمام ويصلي بالناس. معنا رباب، أهلا وسهلا. طولنا عليها لأننا هذا باش انقطع الاتصال، لعلها تعيد الاتصال بنا. وين كنا نحن؟ كنا في التلاوة المنهجية. طيب عبد الحكيم، مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لا مسرور يعني يا شيخ اليوم ما شاء الله شيخ الدكتوري، بسم الله ما شاء الله، ربي ينورك وإن شاء الله تزال حسناتك. آمين. نورك احنا الصغيرة يا شيخ، بسم الله ما شاء الله وإن شاء الله في شهر رمضان أنت أولتك تزال حسناتك، وهذه الغنيمة الكبرى اللي هو كلام الله القرآن الكريم. بسم الله ما شاء الله عليك يا شيخ، والله كل يوم تحصل في أجر في البيت انتعنا، كل ما تتلى أنت في القرآن هذا والصغير يتبع فيك، ومن ضمنهم العيل الصغير توا ثلاثة أيام مسدش معاه أنه هو يبي يتلي بتلاوة معاك، إن شاء الله تكون تسرك إن شاء الله بإذن الله تعالى. إن شاء الله إن شاء الله. بارك الله فيك أخوي عبد الحكيم، نسأل الله القبول. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. شن اسمك؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها واخشت الأرض وطارها وطالت الإنسان ما لها يومئذ تحد أخبارها لأن ربت أحوالها يغوا الناس أشتاتا يرى أعماله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى فمن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. قرايتك قرايتك ما شاء الله حلوة. يا إيش اسمه هو يا عبد الحكيم هذا الصغيرون؟ جاسم. ناصر جاسم يا شيخ كتوري غان. جاسم جاسم الله يبارك ما شاء الله، نسأل الله أن يحفظه لك يا رب وتشوف عريس إن شاء الله. معنا أمل، مرحبا. أمل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي بالقراءة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. صدق الله العظيم. بارك الله فيك يا أمل، ما شاء الله قراءتك جيدة، زادك الله توفيقا يا أختي. في هذه الصفحة التي تلوناها نريد أن ننبه إلى بعض الكلمات التي خالف فيها قالون حفصا وأبا عمر وورش. أولها في الآية 31 عندنا قوله تعالى: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وقال تخرج عليهن هكذا يقرأ نافع، وقال تخرج بكسر الثاء يقرأ أبو عمرو ويقرأ حفص. وقال تخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله، يعني حينما يصلها أبو عمرو حاشا لله، حينما يصل حاشا باللام التي بعدها يصلها بألف يقرأها حاشا لله. لكن إذا يقف من غير ألف، وطبعا الوقف لا يكون إلا اضطرارا أو اختبارا، فيقف حاش هكذا بالسكون. عندنا في الآية 36 يقرأ حفص رحمه الله: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير من، هكذا بإسكان الياءات. أيضا في الآية الأخيرة وهي الآية 37 قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه. الآية: ذلكما مما علمني ربي إني تركته، بإسكان الياء يقرأ حفص. هذه هي بعض الفرش الذي خالف فيه قالون ورشا وأبا عمرو وحفص. انتهى وقت الحلقة، نلتقي غدوة إن شاء الله في مثل هذا الوقت وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.